قام السيدة تريزا الراهبة اليونانية الأصل والتي عرفت بقوتها وسيطرتها، وكانت أميرة مدينة الأقصر والتي كانت قبطية حينذاك في القرن السابع الهجري، حتى التقت العارف بالله أبو الحجاج الأقصري عقب وصوله للأقصر لتصبح بعد ذلك من دعمي في رحلته لنشر الدعوة الإسلامية. قيل عنها أنها اعتنقت الإسلام وقيل لم يحدث، ولكن الحقيقة الواقعة هي وجود مقامها بداخل مسجد أبو الحجاج بالقرب من مقام سيدي أبو الحجاج بالأقصر. قصة السيدة تريزا وأبو الحجاج فهي أكيد كانت موجودة لا شك في ذلك، ولكن القصة اللي بتتردد إن الشيخ أبو الحجاج استولى على البلد بالحيلة والدهاء ده كلام لا يعني لا يصدق ولا يعقل. اللي كان بيتقي الله في جرعة الماء زي ما بقول حيجور على أملاك الغير، ده كان بيزهد في ملكه. أنا رجحت أن يكون السبب في أن أبو الحجاج لم يعزف مثل أولياء الله الصالحين عن الإقامة في الأقصر وأقام فيها، لأني ده هو شافه عنده في المهدية في تونس الشقيقة في العصور الوسطى. هناك ضريح لتريزا بنت القمص اللي كانت حاكمة الطيبة، واللي قيل في الأسطورة أنه أبو الحجاج لما جه الأقصر طلب منها مناخ بعير على قد جلد بعير عشان يعمل الخلوة بتاعته، فوثق وثيقة بينها وابتدى بالليل يقد جلد البعير على شكل سير ربطه في أحد أعمدة معبد الأقصر وحوط به المدينة فتملك. القصة دي يعني ليست حقيقية ولكنها جزء من أسطورة قديمة